الحديث أكثر مشاهدينا إذن عن الأوضاع الصحية في العراق مع هذا التعتيم المعلوماتي للحكومة في بغداد بشأن الواقع الصحي الذي يعيشه العراقيون في ظل وباء كورونا. معنا هاتفيا من اسطنبول كاتب والباحث السياسي سيد نظير الكندوري. مرحبا بكم سيد نظير. إذن رئيس خلية الأزمة قال إن العراق ما زال في خطر أو في دائرة الخطر كما قال بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكن لماذا لا تعلن الحكومة أستاذ نظير الأرقام الحقيقية للإصابات في العراق، ولماذا تشتكي المنظمات الدولية غياب الشفافية في العراق؟ حياكم الله، حيا مشاهدي قناتكم الكريمة. طبعا عدم الشفافية في إعلان الأرقام الحقيقية للإصابات شأنها شأن معظم الدول التي تشابه العراق في أنظمتها الاستبدادية، هي تحاول أن تحجر على الأرقام الحقيقية خشية من شعوبها وخشية من الانفلات الأمني الذي ممكن أن يحدث كنتيجة مباشرة للأرقام الحقيقية التي يمكن أن تظهر. فالعراق في هذه الحالة هو كان يشابه ما كانت تفعله إيران وبعض الدول الأخرى، بل إن منظمة الصحة العالمية شكت من بعض الدول التي لا تتعامل بشفافية في كشفها للأرقام الإصابات الحقيقية ومنها العراق. مركز أبحاث شتم هاوس أيضا في تقريره ذكر أن كورونا يمثل أكبر تهديد للنظام السياسي في العراق، أين تكمن خطورة هذا الفيروس على النظام في العراق أستاذ نظير؟ يعني كما ذكرت لك، يعني خشية النظام هو أنه إذا ما يعني عرف الشعب العراقي حقيقة الإصابات وحقيقة ربما الوفيات، ربما هذا سيدفعهم إلى الثورة، يعني يدفعهم إلى أنه يصابوا بحالة من اليأس تدفعهم للتخلص من هذا النظام، كون أن هذا النظام لم يراعي الشروط الصحية التي تمنع حدوث مثل هكذا يعني وباء، وخاصة في الأيام الأولى لانتشار الوباء حينما طالب المتظاهرون وطالب الشعب العراقي أن يغلق العراق حدوده مع إيران كونها واحدة من أكبر الدول الموبوءة والمصدرة لهذا المرض. والآن أيضا أستاذ نظير، على الرغم من الاتفاق مع منظمة الصحة العالمية والسلطات الإيرانية، هناك اتفاق على إغلاق الحدود، ولكن الآن إيران أعلنت نيتها استئناف الزيارات للمراقد الدينية في العراق وسوريا بحسب المصدر. لماذا هذا الإصرار الإيراني على الحاق مزيد من الأذى بالعراق؟ يعني كما تعلم أخي الكريم، معظم القرارات التي تصدر من إيران هي إسحاليا، هي قرارات يائسة وارتجالية تحاول أن تتخلص من الأزمة التي هي فيها، سواء أزمتها الاقتصادية أو عزلتها السياسية. لذلك هي حتى على المستوى الداخلي في إيران هي الآن يعني تحاول رفع الحظر وتجعل الناس يتصرفون وكأن شيء لم يكن، للتغلب على أنه لا تستطيع أن تدعم شعبها في مواجهة هذا الفيروس، سواء يعني صحيا أو اقتصاديا. وبالتالي هي أيضا تريد تحاول تصدير أزمتها لدولة مثل العراق، وتحاول فتح الحدود لإدامة يعني العلاقة التجارية وتحصيل الأموال من العراق رغبة في دعم اقتصادها على حساب العراق. إيران لا تتصرف بمسؤولية اتجاه سواء العراق أو سوريا في هذه الأحوال. ولكن ما تفسيرك لعدم رد العراق رسميا حتى الآن على هذا الإعلان استئناف الزيارات الإيراني؟ طبعا هو يعني لم يصدر يعني كما قلت يعني رد رسمي، لكن أحد النواب رد على هذا القرار وقال إن فتح الحدود مع إيران هو مرهون بالحالة الصحية في العراق إذا ما يعني تحسنت. ولا يعلم أن الحالة الصحية في إيران هي المشكلة فيها، عندما يأتون مصابين ربما ستتجدد الإصابات حتى لو كان وضع الصحي في العراق جيد. يعني أنا ما أرى أن النظام العراقي كأنما يعني هذه الأقاويل اليوم نسمعها في محاولة
انه رفع الحظر التجوال بشكل جزئي، وكانه تكرار للتجربه الايرانيه في رفع الحظر، وهذا تعامل يعني بلا مسؤوليه. بل حتى ان يعني قبل ايام ان النظام العراقي انتقد وكاله رويترز لانها فضحت الارقام الحقيقيه، واليوم وكيل وزير الصحه ينتقد بشده الصحة العالمية كونها تحذر من الوضع الصحي بالعراقي، وكأنما الجميع يكذبون فقط النظام العراقي هو الذي هو صادق. بل وصل الأمر إلى أن وزارة الصحة تعلن بأن نحن قد نجحنا في حربنا على فيروس كورونا، وبسبب القرارات الاستباقية اللي اتخذها النظام العراقي. بل يزيد ويقول أن التجربة العراقية ستكون درساً يتدارسه العالم. يعني انظر الى اي ولكن استاذ نظير والضحك على الاغون. نعم، ولكن حتى خليه الازمه يعني دعت الحكومه الى التريث في قرار تخفيف الحظر في الاسبوعين المقبلين، هل تعتقد ان هذا القرار الحكومي يعني قد اخذ من الخارج لاغراض تحدثنا عنها قبل قليل؟ نعم، انا لا اشك في ذلك، كون النظام العراقي فاقد لإرادته السياسيه ولا يملك يعني امره حتى في هذه الامور الحياتيه والامور الصحيه. يعني انا يعني استغرب انه الكلام المسؤولين في هذا النظام متناقضه، في الوقت الذي وكيل وزير الصحه العراقي يقول قد انتصرنا في حربنا على كورونا، يقول النائب احد النواب يقول نحذر من وجود 10,000 إصابة متواجدة في البيوت، لا أحد يعلم بشأنها شيء. ويعني تجد أنه الأقاويل متضاربة والتصريحات متضاربة، ما يدلل على أن هناك شيئا يريدون أن يخفوه عن الشعب العراقي. هذه يعني حقيقة الوضع، وهذه الضبابية وعدم الشفافية في التعامل مع مثل هكذا مرض خطير يجتاح البلد. نسأل الله السلامة للعراقيين. شكرا جزيلا لك من اسطنبول، الكاتب والباحث السياسي سيد نظير الكندوري.